Yes? You are not afraid to fly anymore? You are thinking of your little stone cottage? It's on a hillside next to a beautiful vineyard. But that's not really what I'm thinking about. What are you thinking about? You. Should not be flying anywhere. I shouldn't. That's what I'm sure of it. You are. فيها جون. مشهد مؤثر قوي. كاتشي. ايوه بس مش للدرجة دي يعني الفيلم ده احنا شفناه 60 مرة قبل كده. اشمعنى يعني المرة دي؟ مش عارف. انا حاسس اني مش مظبط. مش مظبط؟ مش انت تعبان؟ لا. حاسس اني اغلب الوقت وحيد. تصدق انا كمان بحس اني اغلب الوقت محسن. ايه يا جوني الجو الفاكس اللي انت بتتكلم فيه ده؟ ايه الحوارات الغريبه دي؟ يعني ايه وحيد؟ ما احنا معاك 24/7. انا غلطاني بكلم واحد زيك مراهق. طب خلاص من غير قفش قول لي في ايه توماس. انا بقالي اكتر من سنه مفيش ست في حياتي. فين الست؟ فين؟ نفسي اشارك واحده الكلام، الهزار، النفس. نفسي احب يا توماس، احب. تحب؟ طب ما تحب ازاي بس يا عم؟ ده مفيش اكتر من الحريم. طب اقول لك اعمل زيي، قضيها. انا قاعد على الفيسبوك طول النهار مقضيها. انا مش عايز احب واحده ديجيتال، انا عايز احب واحده بجد، لحم ودم. نلعب بيلو فايت، ناخد ديوز سوا، يعني نقضيها، يعني يبقى في حياه. ايوه فهمتك. طب ما تجرب تشوف واحده من البلد في المزاريطه وبيلو فايت. يعني انت بتهزر يا معلم؟ ايه المشكله؟ انت جربت؟ انت ما دورتش، دور هتلاقي. انت بس مش حاطط الموضوع ده في دماغك. ده كلام امهات، الموضوع مش في دماغك، وده رغي امهات وهري انا عارفه. اسمع بس كلامي. تفتكر؟ بالرغم انك بتقلدني وبتعمل، انا هرد عليك بستايلك بتاع الامهات وهقول لك ايدي على كتفك. مشوار الالف ميل. يلا ندور. بقالنا ساعتين بنشرب كراويه، كراويه بس، مفيش ولا مصلحه عدت. جوني اصبر شويه، في ايه؟ ولعلمك بقى، في كذا واحده حلوه عدت، بس انت يعني بتدقق في ديتيلز غريبه بصراحه. ديتيلز ايه؟ ديتيل كلهم اسود في اسود، كله لابس اسود في اسود، ديتيلز ايه بالظبط؟ يا معلم انت ما تعرفش الاسود في اسود ده تحتيه ايه؟ ما هو دي المشكله، نفسي اعرف تحت الاسود فيه ايه؟ طب اصبر شويه. I feel like ان احنا بص هناك. So cute. وشها يعني ايه ده؟ دي كيوت من فوق بس. دي عايزه تخس بتاع 85 كيلو تقريبا. خينه شويه. بعدين مشيتها في يعني عارف بتزعف وهي ماشيه ولا بتشحط، اسمها ايه؟ مش عارف. مش مهم. لا بس صدقني يا جوني، بص بقى على الوحش اللي جاي هناك. او ماي جاد. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ سلينا زبير عليها بسرعه بسرعه بسرعه. زوير زوير تعالى. اؤمر يا سيدنا. تعالى بسرعه. بقول لك ايه؟ مين اللي ماشي مع الحمار دي؟ دي ام صلاح. ام صلاح؟ ام صلاح ده اسم على بعضه ولا في صلاح فعلا؟ لا صلاح ده ابنها اسمه صلاح. اهو قاعد هناك اهو. يا ده صلاح. لا مفيش حاجه. ده في صلاح في الموضوع يا معلم، وشكله بابا فيتنامي. جوني بص، اتقل تاخد حاجه نظيفه، اصبر تنول. تاني هري الامهات تاني، اصبر تنول، والكلام اللي هو ملوش زي القطه ما بتاكلش عيالها. وال صدقني او ماي جاد. بص اي دي وشها هادي. ما تيجي نشوف. يلا بينا. بكام يا حاج؟ 7 جنيه. 7 جنيه؟ ليه 7 جنيه يا راجل؟ يا ضلال انت يا ست، لو ما عجبكيش ما تشتريش. ما اشتريش. تاني يا خالي اللي ما
تريد فرج عليك يا راجل يا حرامي. اه مداولية عين ولي والولو عليك بادري يا راجل ناسك ما شرياشي. في حاجة؟ لا ما فيش اي حاجة. يلا يلا بينا. قلت لك مش هنلاقي، اهي دي اكتر واحدة كيوت في البلد كلها، اهي دي اكتر واحدة كيوت مش محتاجة راجل في حياتها. طب خلاص بقى يبقى نروح الدوار. روح انت روح انت يا توماس، انا عايز افضل لوحدي. يلا يا جوني. عايز حاسس بالوحدة. ها امشي. هاي توماس. هاي أشلي. توماس هو فين جوني؟ أنا من الصبح ما شفتوش. جوني يا ستي بيدور على فتاة أحلامه. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا هقولك، جوني بقاله يومين حاسس إن هو وحيد وعب حميد وعايز حنان وكلام غريب قوي كده. على فكرة أنا ما استفدتش أي حاجة من الكلام الغريب ده، فين جوني؟ مش عارف، أنا سبته بقالي ساعتين في القرية عمال بيدور يمكن يلاقي حد يحب ولا حاجة. جوني؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل لك؟ من اللي حصل لي. طب ايه اللي بالك؟ حبيت واتبليت. لا ما تقولش انك لقيتها. هي هي هي. طب احكي لنا احكي لنا على كل حاجه، شفتها فين وازاي وكده بقى. انا هحكي لكم على كل حاجه. وأنا ماشي وسط الزلع والقلل والناس الغلابة الطيبين، Guess what؟ بصيت لقيتها بدر منور جدي بتلالي وسط الألبسة البيضاء اللي عاملة كونتراست جميل مع السماء الزرقاء وهارموني فظيع مع شعيراتها السوداء. يا ترى البت دي اسمها آلاء ولا صفاء؟ قبل ما الاقي الإجابة دلقت علي الماء. يا له من هراء، وبس جيت على هنا وسبت قلبي هناك. واو تحفة اميزنج. ايه ده؟ ايه اللي بلغك ده يا سيجوني؟ لا انا لسه احكي لهم القصة حالا، يعني ما عنديش استعداد احكي لها تاني من اول، دي قصة طويلة. قصة طويلة؟ ما تفهمني جرى ايه؟ جوني حب يا ستي ولقى فتاة أحلامه هنا في المزاريطة. يا ألف نهار أبيض يا ألف نهار مبروك. وإحنا في ديك الساعة لما سيجوني يتجوز واحدة من عندنا في البلد. إيه القلش ده؟ مين جاب سيرة الجواز؟ أنا لسه شايفها حالا. أجوز إيه؟ لسه لا عرفنا بعض ولا مسكت إيديها ولا خرجنا مع بعض ولا جرينا ورا بعض في الغيطان. تخرج مع مين وتجري ورا مين؟ الكلام ده عنديكم في أمريكا هناك، إنما هنا جواز على طول. فاكس موت. هي دي الأصول يا سيجوني، والأصول ما تزعلش إلا بالحق. من سعدت الحظ دي؟ إيه سعدت؟ إحنا في برنامج هدية، واحدة شفتها وعجبتني بس زي القمر. طب ساكنة فين؟ يعني مكان مش فاكر بالظبط، هو في روف هي كانت بتنشر وتحت في إيجيبشن بيتس، بطة وهزة ومعزة صغيرة وهامستر. طب عرف لي هي ساكنة فين وبت مين وأنا أروح أخطبها لك على طول. برضو برضو الناس دي بتفهم إزاي ولا مجانين؟ هتساعدني بلاش بس ما تلومنيش اللي حاولت. مش حاجه اسمها ضمانات. مش ده كلامك ليا؟ كلام انا قلته علشان ترجع لشغلك وتهتم بيه مش عشان تخرب بيتي. اتفضل. نو واي اتجوز بالطريقه دي يا معلم. نو واي. طب خلاص فكك بقى من الموضوع ده خالص. ما اقدرش ما اقدرش. انت شفت شكلها عامل ازاي؟ تخبل. عارف جمال الشرق؟ عارف لوح المستشرقين؟ البنات اللي هي عامله كده وكده وفي عنب مدلدل بس خلاص ما دام في عنب يبقى تخش عليها على طول. عاوز اتهجم عليها؟ انت حيوان؟ انا بقولك حب ابني مش حاجه جسديه يعني. لا جوني انت فهمتني غلط، انا قصدي ان انت تستناها لغايه لما تنزل من بيتها.
تروح تكلمها وتقول لها انك عايز تصاحبها. يا سلام، عايز نثبت البنت وهي نازله قدام القهوه اللي مليانه رجاله بشنبات، اقل واحد شال ار بي جي، واقول لها هاي بيبي ليتس جو سموير. ايه ده؟ انت عارف هيحصل فيها ايه؟ هتقطع. الناس دي لا يفرق معاها عمده ولا 911 ولا اف بي اي. هتعمل ايه يعني؟ مش عارف، بس انا نو واي اتجوز بالطريقه دي، ده قرار. بقول لك ايه، سنه سنه الحته دي حلوه قوي قوي قوي. Oh my God. آسف، بحبك، تتجوزيني. للاعتذار اخبطي دماغك في الحلم. انا جات لي حته الدين فكره جامده جدا. طلعت وشافتها هتتوهم جامد جدي. وش يا معلم؟ بس ايه ده؟ هنفضل واقفين كده وخلاص؟ هتطلع امتى؟ طب ما هي محتاجة حاجة عشان تطلعها. ما فكرناش في الحكاية دي. هي عايزة موتيفيشن فعلا. جات لي فكرة. بص، في كل الأفلام والمسلسلات وحتى الكرتون دايما الحبيب لو عايز يطلع حبيبته بيقوم رامي زلطة. بتطلع هي، عمره ما طلع الأب ولا الأم. نايس ايديا. امسك كده. يلا. نومها تقيل؟ طب كبر طوبة. اسود. ايه يا استاذ؟ مين بره؟ ايه ده؟ مين ده؟ مش عارف، بس واحد صوته تخين وشكله هلك وهيطلع يموتنا. مين بره؟ ايه دي؟ شايفك يا ابن الفلطوس؟ عيلت الشحطه بتحدف زلط وطوب؟ كانت خابت منك لو؟ بس يا ستي، قمت رامي طوبه، قامت كسر الازاز وزار خبطت حد جوه بالغلط. سمعنا صويت، ده طبعا اعصابه ثابت، قام طاير البالونات. شويه قام فتح الباب راجل شبه السيد قشطه، قعد يشتم ويزعق فينا وطلعنا نجري. طب احمدوا ربنا بقى ان مفيش حد شافكم. الحمد لله انها جت على شتيمه اصلا، ده كان ممكن يمسكنا يضربنا، ده شكله شرس جدا. وده مين ده اللي استجرى وشتمك يا جوني بيه؟ ما شاء الله ما شاء الله، شوف سنه قد ايه وودنه عامله زي الساتلايت. لا صح يعني، مين ده اللي طول لسانه عليك؟ ده أبو البنت اللي بيحبها جوني. إيه؟ بيحبها؟ صلاة النبي يا صلاة النبي، والله كبرت وبقيت تحبها يا سجوني وعايز تتجوز. برضه أتجوز؟ أنا مين جاب سيرة الجواز أصلاً؟ مش بتحبها؟ أيوه. يبقى لازم تتجوزها. لا مش لازم، عشان بحبها يبقى لازم أتجوزها، في لازم أعمل حاجات كتير قوي قبل الجواز. أنا خابر، مش قصدك يعني الشوار والعفش والفخار واللزمات دي كلتها، أنا عارف. ولا أنت عارف، أنت في البلالة. طب هي مين دي اللي عليها العين والنية؟ عليها العين واللية؟ لا هي كانت ما عليهاش حاجة خالص، هي كانت واقفة بتنشر ألبسة. لا قصدي يعني هي بنت مين في البلد؟ ها؟ أنا مش عارف هي بنت مين بالظبط، بس عارف المكان اللي ساكنة فيه بالشبه. عارف القهوة؟ بعد القهوه بشارعين يمين في راجل فرارخي اللي هو بيذبح الفرخات ويعمل لهم واكس. بيت بابه اخضر كده جرين. اكزاكتلي. اي 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 ده بيت عباس البحطيطي. ايه ده، انت تعرفه؟ راجل غلبان كده عنده جراطين بيقلع فيهم. ايه ده، ما بيقلعش في بيته ليه؟ لا بيقلع يعني يزرع ويقلع فيهم يعني. بص، امزجه بس ده راجل يا حفيظ يا رب، سلام قولا من رب رحيم. ملبوس؟ لا، عينه تفلق الحجر وتلاقي البت دي اللي بتنشر الحاجات دي بته. طب اسمها ايه؟
اسمها مش استنى اي صلعه صبحة الله سما صبحة فريش. طب بقول لك ايه، عايزين نعمل حاجه عملي. نعمل ايه بقى؟ تعمل الوصول يا سجوني، تخش البيت من بابه. ابوها لو خد خبر باللي بيحصل ده هتبقى واجع مطين الطين، هتبقى مربربه. خلاص هي مربربه واحده، انا فهمت. الظاهر يا جماعه مفيش حل غير كده، اخش البيت من بابه. ايه انت اتجننت جوني؟ انت لسه حتى ما اتكلمتش معاها. سوات يا جماعه، يعني بالعقل كده. البنت بنت اصول محشومه، عليها العين واللية. خلاص بصوا يا جماعه، انا قررت، انا بحبها وهتجوزها. الجوازه دي على جثتي. عاوز مني ايه جوني؟ دي عاوز يجرفني وخلاص. ليه بس يا كبير؟ ده جوني عايز يتجوز على سنة الله ورسوله. يعني هو ملقاش غير بنت عباس البحطيطي عشان يتجوزها؟ ومالها بنت عباس البحطيطي؟ ملهاش البنت، انا بتكلم على ابوها، راجل بلط وعينه قد كده وبحطيطي. وهو هيتجوز الراجل ولا هيتجوز بنته؟ هو هيتجوز البنت، انا هلبس الراجل. يقعد يتنطط لي كل يوم ويجي هنا في قرابيزي في الدوار، يقعد يبحلق لي في اللي طالع واللي داخل. الحين ناقصه فقر. معلش يا كبير، نستحمل ابوها شوي، وبدام البت ما يعبهاش حاجه والواد ريدها يبقى خلاص. وين مطلوب مني ايه دلوقتي؟ تروح معاه تخطبها من ابوها. ملياش صالح بالموضوع ده، اللي بيشيل قربه مخرومه بتخور على نفوخه. واه يعني ايه يا كبير؟ ما هتروحش معاه؟ مش اصول دي، الناس هيقولوا علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. تعزلني يا بنت اروح لهناك يشوفني يخبطني عين ارجع لك على النقاله. بعد شر عليك يا كبير. بعد شر علي ايه؟ تناسي الواد امجد راح اشترى بهيمه جديده، عدى قدام البحطيطي، عدى بس راح يدخلها الزريبه، قامت رفضت جبل كسر في الحوض. ما هو لازم تروح يا كبير، يعني هو يروح. مش رايح يعني مش رايح، فقوسه وقطمها جحش. ماشي يا كبير. مالك يا جابر قاعد كيف المركب غرقت ليه؟ مستنيك يا كبير، كنت عايزك في موضوعك ده. خير، ولو إن ما يجيش من وراك خير. امبارح قمت من النوم لجيت رجلي. لا قصر قصر وانجز وخلص. رحت للدكتور بتاع الوحدة، قام قال لي لازما أرقد في السرير أسبوع. عاوز تاخد أجازة يا جابر؟ ربنا يديك الصحة. لا لا ليه بس يا كبير؟ بقول لك تعبان. انت يا راجل انت مش لسه واخد اجازه الاسبوع اللي فات؟ الدكتور قال لي العلاج لو ما نفعش لازم نتدلع على مصر عشان اعمل اشعه على رجلي. جابر تلات حاجات مع كلهم شو واصل؟ السوشي والوكل البايت والاونطه. يا كبير يا كبير بقول لك تعبان وانا محتاج الراحه دي قوي. لا يا جابر. وحياه الست هديه عندك يا شيخ. لا يا جابر، جزر وقطمها جحش. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. عم جابر عم جابر عم جابر خير يا دكتور؟ طمني. انا اديته حقنه هتنيمه لحد بالليل. طب هو حصل له حاجه؟ الظاهر لما وقع دماغه اتخبطت على الارض جامد، فعملت له حاله هلوسه نادره بتيجي بعد الصدمات. المريض فيها بيتهياله انه شخص تاني غير نفسه. شخص تاني كيف يعني؟ يعني مثلا لما دخلت عليه كان فاكر نفسه حسين رياض في واسلاماه، وعمال يقول انت فين يا جهاد؟ انت فين يا جهاد؟ ومسكتش لما قلت له انا هنا يا سلامه، انا هنا يا سلامه. ايوه 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 ايوه، ده نفس المرض اللي جه للست شاديه في فيلم عفريت مراتي. لا ده اللي جه لفردوس عبد الحميد في ليله القبض على فاطمه. الراجل ده لازم ياخد الدواء اللي كتبت له عليه، ولازم كل اللي حواليه يسايسه وتاخدوه على قد عقله لغايه ما يخف، بدل ما يتنكس تاني ويخش في غيبوبة والله أعلم هيفوق منها ولا ما يفوقش. طب هو حيروق ميتة يا عالم؟ يوقع مربربة. أنا مرضيتش أكلم البوليس،
بس أنا بحملك المسؤولية كاملة يا كبير لو الراجل ده حصل له حاجة. ذنبه في رقبتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما كانش حقك تهزر معاه جامد كده يا كبير. ده راجل صحته على قده وكان هيروح فيها. خلاص عاد، خلاص عاد يا هدية. ربنا واحد عالم باللي فيه. يبقى شخص تاني كيف يعني؟ عم جابر. جابو. انت فين؟ انا جاي اطمن عليك، سمعت انك عيان. عم جابر. او ماي جاد. حد شافك وانت جاي؟ فيها ايه لما حد يشوفني وانا جاي؟ فيها ايه؟ الانجليز متنطرين في البلد والبوليس السياسي خارب الدنيا. انجليز ايه وبوليس سياسي ايه؟ ايه الهري اللي بتهريه ده يا عم جابر؟ لا انت مدريتش باللي حصل؟ لا بقى هتروش وتقول لي حصل وطحينه وطحينه من النوم وجو الثمانينات داخلها. فتحوا الكوبري على ام زهره. فتحوا الكوبري على ام زهره؟ طب وزهرة رياكشنها ايه؟ يا ولدي بقول لك فتحوا الكوبري على التلاميذ في المظاهره. التلاميذ؟ اوكي. قول من الاول. اوكي. يبقى احنا لازم نتحرك بسرعه. طبعا لازم نتحرك بسرعه. يلا. مش كده. اسرع. يلا. يا ولدي مش كده. انا عايز اريحك. لازم نتحرك بسرعه ونخلص من المنشورات اللي عندينا دي يا شكري. شكري؟ هي جابت شكري؟ او ماي جاد. هدية الحقيقي. خير. عم جابو ساحت منه على الاخر. هو في ايه بالظبط؟ معيش معانا ولا ايه؟ من ساعة ما دولة مصطفى النحاس باشا. وين المنت؟ دولة دي تبقى انتيمة ام زهرة؟ انتيمة مين يا جوني؟ هو قصده مصطفى باشا النحاس. الراجل وقع على دماغه وجاله لطف، دقته رحمة، من شوية كان فاكر نفسه ماما نوني. معلش سايسو سايسو. المنشورات دي لازم تتوزع النهارده. وماله نوزعوها؟ ما نوزعوهاش ليه؟ كل واحد عارف المنطقة اللي حيوزع فيها. عارفين. طب انت هتوزع فين يا هنادي؟ الجامعة وشارع قصر النيل. وانت يا شكري؟ شارع شهاب وفرغلي جامعة الدول ان شاء الله. على بركة الله. مد يدكم. كله بامية صح؟ كله بامية ايه؟ مد يدك. الله الوطن الثروة. Whatever. بس يا دي كفايه. بس يا دي كفايه صداع. كفايه كفايه. خرب بيتك. كخ يا كخ. كخك ده. ايه القرف ده؟ كوكو. ايوه صح دي كوكو. كوكو. عاوز كوكو؟ اديله كوكو يا هديه. من عيني. كوكو دي. يا دي كوكو بتاعتي انا. كوكو دي. دي كوكو كبير يا. كوكو دي. مالك صالح بيه. كوكو دي. حرام يا كبير اديهاله. يا ما دي زي دي يا. كوكو دي. اها اها كل دي. ماما. اتجننت. بيوكلك يا كبير بيوكلك. اتشكر يا حبيبي. باكل لوحدي. كل انت عشان تكبر. يلا كل. شطورة. شايف كيف؟ احسن اخواتك. جامد. بالراحة يا كبير، انت هتعمل عقلك بعقله، هو جدك. انت حد منين انت كمان؟ ده خلفني. معلش يا كبير، الدكتور قال لازم ناخده على قد عقله. انسيسوه انسيسوه يا كبير ولا يتنكس. خلاص يا حبيبي. خلاص حقك عليا انت. خلاص عاد الكبير ده زين. الكبير عفش. لا زين. عفش. زين. الكبير عفش. شوفينك حل فيه تطفعيه يا اما تاخد الوك. يلا كل مام، اقول لك غني له يا كبير غني له. غني له ايه يا هدير انت؟ يلا يلا غني معايا. هم المام يا روحي يلا جايبه لك نام. كل واكبر لي يا روحي يلا هم المام. هم المام. مبسوط يا حبيبي. دش. القبض
القبضتين المدمرتين. تضربني ليه يا مازنجر؟ ده انا بحبك. انت بالغضب وجاي عشان تدمر المدينة. ابدا مش هخليك تدمرها. اتفضل القهوة يا كبير. ها ايه الاخبار النهاردة؟ الاخبار زي الزفت. هو الواد فزع مش هياجي عشان ياخده يديله الحقنة؟ انا عارف عوق ليه الواد ده، بعدت له من بدري. هدمرك يا ابو الغضب. ماشي ماشي، اشرب القهوة وديك تدمرني. طب وبعدين يا كبير؟ ده اديله اسبوع على الحال ده، هو هيفضل كده على طول ولا ايه؟ تفي من بقك يا ولية، يفضل كده على طول كيف؟ ده اللي قربت احصله. بعد الشر عليك، روق دمك واشرب قهوتك وان شاء الله ربنا هيشفيه ويريحنا. امين يا رب العالمين. بوووو العاصفة. شيلوه من قدامي يا هدية. ماشي شيلوه من قدامي. ماشي تعال يا مازنجر، تعال يا حبيبي، تعال مليكش صالح بابو الغضب. أقول لك تعال ندمر المزدوج في المطبخ، تعال. هيا بنا. بلا ماخدة يا كبير، بلا ماخدة، بلا ماخدة يا كبير. أمن جنابك. تأخرت ليه يا جلوس الطين؟ ده مازنجر خارب الدنيا في الدوار. يمين بالله أول ما جنابك بعت لي أنا جيت طوالي. طب شوف هتتنيل تعمل ايه مع جابر ده؟ أمن جنابك. مازنجر يا مازنجر. تعال يا مازنجر خابر مدام أفروديت والدكتور مفيد قلبين عليك الدنيا ومنتظرينك كلاتهم في المختبر. صح. امال ايه؟ اروح لهم. استنى بس، هتروح على فين؟ انا كده كده رايح اخدك معايا نونسوا بعضينا في الطريق. طب اركب وراي. ايوه مليئ. دش 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 دش. ايوه بطل مازنجر. الملتحم الجبار. ايوه دش. الكوكب العربيجي. دش. اشرف اشرف. في ايه يا فزاع؟ ايه ما تلعبش بعيد يا مازنجر. ايه الله يخرب بيتك، ما رحتش الارض كيف ما قلت لك ليه؟ واه ادينا رايح. طب يلا روح هم بسرعه، الكبير هيستعوجنا وهيطين عيشتنا. هو عامل ايه بيقف على السور بيعمل ايه؟ يا نهار ازرق. مازنجر الجبار يطير الطيران الصاروخي. عم جابر عم جابر يا عم جابر يا عم جابر انت زين؟ يعني فين؟ انت كويس؟ روح انت يا اشرف، روح انت على الارض كيف ما قلت لك، لحسن الكبير ياخد خبر، اوعاك تجيب له سينا بقيتها حاجه. ماشي ماشي ماشي، سلامتك يا عم مازنجر. معلش معلش، الوجعة كانت قوية شويتين يا عم مازنجر. مازنجر ايه يا ده مخبول انت؟ اهدى، انت خفيت ولا ايه؟ خفيت من ايه؟ لا يعني ما انتش فاكر؟ انا اخر حاجة فاكرها ايه؟ لما كنت واقف على السلم ايه؟ والكبير زقني ووقعت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كبير، حسبي الله ونعم الوكيل. قوم انت من ساعتها عادي يا عم جابر، بقيت كل يوم تصحى لنا بحاله، يوم تعمل لنا عيل صغير ويوم تعمل لنا عم مازنجر، ولا فكر يوم لما عملت لنا كابتن ماجد. انا كنت متخربط الخربطه دي كلها. ايوه يا عم جابر. ما مش هيجيبها البر الكبير ده غير لما يقطع خبري، حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا عم جابر، امنت الله امنت الله، الكبير كان متاثر قوي من اللي حصل لك ده، وكان حنين معاك على الاخر وانت مرضان. حنين معاي كيف؟ كان حيسيسك ويدلعك وانت كنت مبهدل اخر بهدله. انا كنت مبهدل الكبير؟ ايوه امال ايه، هو كان مستحملك اخر استحمال. بس الف بركه يا عم جابر انك رجعت له بالسلامه. جابر مين يا ولد؟ مين جابر ده؟ يشتغل التاني ولا ايه؟ امال انت مين دلوق؟ انا الكبير قوي. ايه حصلت الكبير قوي؟ انت جنيت؟ ايه اللي بتقوله ده يا كبير؟ انت نسيت الدكتور قال ايه؟ انت قلت ايه يا دنت ياد؟ ما قلتش حاجه. لا قلت اني اتجنيت. قلت على نفسي اني اتجنيت، انا بحب اقول على نفسي اني اتجنيت، ما قدرت اقول عليك حاجه، انت كبير قوي. طب ادري روح هات لي الصابو بتاعي من تحت الدولاب. هجيبه لك انا يابا. لا يا هديه انا بكلمه هو. يلا يا طحش عشان خاطري. غور
بتعمل ايه يا ياد؟ وانا هلبس الصابون حالي ولا ايه؟ وانت عاوزني اعمل لك ايه؟ اشيلك البسك الصابون؟ تعالى قلعني البلغة ولبسني الصابون. معلش يا كبير، هو ما خبرش بيعمل ايه؟ فز يلا. اي 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 عورت. قوم امشي. غور غور، مش عايز منك حاجة. بتصغر لي كده ليه؟ ما تيجي تديني قلمين احسن. يا ريت. بتقول ايه؟ ما بقولش حاجة. طب يلا غور امشي. تهديه. انا رايح مشوار. رايح مشوار بدل ما اصور قتيل الليله دي. وانت يا بنت يا هديه. نعم يابا. اعملي لي كوبايه شاي اروق بيها دمي بدل اللي عكرهولي الطحش ده. حاضر. ولا اقول لك ما تعملي لي كوبايه عصير. حاضر يابا. ولا احسن يعني تعملي لي طاجن رز معمر وحطي لي عليه وزه وكوبايه عصير. من عينيا يابا. والله وبقيت كبير قوي يا جابر. انا خلاص ما عدتش قادر استحمل رزالته وقلة ادبه. هنعمل ايه يعني يا كبير؟ ما هو انت بس لو ما كنتش قفلت مخك ورميته من فوق السلم ما كانش حصل اللي حصل. يا ريتك كان راح وخلصنا بدل الذل اللي هو ذللهولنا ده. حرام عليك يا كبير، بعد الشر. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. انا لما فهموشي ايش معنى الكبير قوي اللي قافش فيها دي اليمين؟ ما هو كان كل ساعه بحال. ايه اللي جراله؟ ايه كبير. نعم. عندي موضوع عاوز اقول لجنابك عليه. مش وقت تفاهه يا فزاع، مواضيعك كلها تافهه. لا 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 لا، موضوع مهم. نعم. ديك النهار وانا رايح على المستوصف مع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ياض يا حلوف، انت ما بتردش السلام ليه؟ رديت. لما ترد بعدك ده تعلي صوتك عشان اسمعك. ومالك قاعد من قاسك ده؟ قوم فز. انت ياض ما عندكش ربايه، فز قوم. زيك مسكين يا زلمه. بتبرطن بتقول ايه؟ لا بغني غنيوه في سري، انما للصبر حدود. ومالك ياض لو بوزك كده؟ افرده افردوا لاسفخ القف افردهولك. تسفخ مين كف؟ وكمان بترد عليا ناقص؟ انا هربيك الفزاع. ايه؟ لفين الخزرانه اللي في يدك دي؟ ارجع ارجع. هات قدامي على الاوضه. ليه؟ هابطك. هي حصلت. خلاص يا بوي، عشان خاطري سامحه المره دي. ما حدش له صالح، ولدي وبربيه. هو ما هيعملش كده تاني، هو حرم خلاص. مش انت حرمت؟ قول له انا اسف. اسف اسف ايه يا جاموسه؟ انت هتعمل عمر راجل الخرفان ده؟ شفتي؟ مش بقول لك ده ناقص ربايه وانا هربيه. اسمع يا راجل، انت راجل كبير، ما تخليش اتغاب عليك. تتغاب على مين يا كلمه؟ يا وجع انطينه يا مره. أحب على يدك يا كبير، ما تقتلوش، هو ما داريش بيعمل ايه. قلبي قلبي، ولدي بيدق فيا، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم القيامة. فزاع خده على قطه يا فزاع السعادة. معلش يا كبير، هو ما كبير يا كبير يا كبير يا مراري. رايح فين يا كبير؟ هقتله. هتقتل مين يا كبير؟ حرام عليك. ما تعبيش نفسك يا هدية، هقتله يعني هقتله. يا كبير ده راجل كبير وعيان ومعرفش هو بيعمل ايه. هقتله بعدين نتفاهم. يا كبير استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ده الشيطان ما بيخشش للواحد غير وهو مخنوق زيك كده. صدقي معاك حق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بردك هقتله. يا كبير يا كبير ورحمة أبوك ما تربسش دماغك. شوف يا هدية، أنا صابر وساكت كل ده عشان أنا السبب في اللي حصل، لكن خلاص زمن السكوت عدى وفات. غوري من قدامي دلوقتي يا هدية، لا طخك أنت الآخرة. غوري. يا كبير
ما كملتلكش الموضوع. اسمع من غسلت فك. شوف ادخل دقيقة اطخ عم جابر وارجع لك تاني. ما هو الموضوع بخصوص عم جابر. قول. انا خايف لا تكون حالته اتدهورت ومفكر نفسيه الكبير قوي بسبب الوجعة التانية اللي وجعها معايا واحنا رايحين. وجعة تانية؟ لا احكي لي ملول وعلى رواق. خبر ايه ياد؟ انت جاي تتحجم على ابوك ولا ايه؟ العفو العفو يا ابوي. انا كنت عاوز اخد مشورتك في حدوته صغيره قد كده. دلوقتي انا اعرف رد المجنون وقع على نفخه عقله رجع له تاني وعرف اني كنت مستحمله مستحمل بلاوي وحاطط البلغه في خشمي عشان حاسس بالذنب في اللي حصل له وقام ساق فيها ضربني بالقلم قدام الناس ضربني انا بالقلم. قول لي يا ابوي رجل زي ده اقتله كيف؟ فزاع الله يخرب بيتك يا فزاع. فزاع ما شاء الله الذاكره رجعت تاني ها. قول لي عاد انت مين؟ انا خدمك جابر يا كبير. شاهد على روحك يا جابر. احب على يدك يا كبير. انا كنت بهزر معاك. تهزر معايا تقوم تضربني بالقلم قدام مرتي وفزاع؟ غلطان غلطان يا كبير والغلط راكبني من ساس راسي. بس احب على رجلك. ما تقتلنيش يا كبير ما تقتلنيش يا كبير ما تقتلنيش. شوف يا جابر انا لا هقتلك ولا هقطع عيشك عشان انا لو قتلتك ابقى حمار. انا هعمل معاك الالعن. انت هتلازمني لحد ما ربنا ياخدك ياخدني. وقفت ليه يا جابر؟ تعبت يا كبير نفس انقطع. لا شد حيلك يا مزنجة شد حيلك لسه قدامنا شغل كتير. شوف عاوزك بعد ما تاخذ الشوالات دي تحطها هناك ترجع ترجعها تاني. تاني يا كبير؟ أمال عشان تلحق تطلعهم فوق السطوح قبل النهار ما يروح. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. بقول لك يا جابر خدامك يا كبير. وانت شغالك ده عاوزك تغني لي الغنيه اللي بحبها تطلع من بقك زي العسل. هم المم يا روحي هم المم هم المم يا روحي هم المم هم المم.